قال في الاندبندنت لأحد الكتاب يعني المشهورين واللي له باع طويل في الكتابة عن المنطقة بشكل أو بآخر بوجهات نظر تخصه. الاندبندنت عاملة مقال لروبرت فيسك عنوانه بيقول إيه؟ بيقول أخيرا داعش وصلت مصر، لوسط مصر عفوا، وصلت لوسط مصر، وبيقول لكن دي ليست أكبر مشاكل السيسي. هو بس بداية من العنوان هي مش مشاكل السيسي، هي مشاكل مصر مبدئيا، يعني التعامل طول الوقت مع مصر في هذه المقالات وكأنه بيوجهوا الكلام للرئيس المصري بعيدا عن الشعب المصري، وكأن الشعب المصري ده ملوش أي حسابات. المقال هدفه الأساسي إيه؟ ومركز على حاجتين، مركز على قوانين الطوارئ اللي مش عاجباه، ومركز على انه ده هيأثر على الاستثمار وان ده بكده تبقى نجح داعش. هو شايف كده وجهة نظره، بيقول بإعلان قوانين الطوارئ بيثبت الرئيس للعالم انه الاستثمار الخاص في بلده لا يمكن ان يزداد. هو وبيتساءل اكتر من مره جوه المقال، بيقول من يريد الاستثمار في بلد تستثمره داعش؟ يعني هو الحقيقه لو هو وجود هذه التفجيرات في مصر دليل على انه داعش بتستثمر في مصر، طب هو من يريد الاستثمار بقى في اي دول؟ ومن يريد ان يروح للسياحه لفرنسا؟ ومين يريد يروح للسياحه لبروكسل اللي المطار بتاعها بيتضرب؟ ومين يروح سياحه لتركيا اللي الطيارات بتتضرب وهي واقفه في المطار، والسفير الروسي بيتقتل على الهواء مباشره في انقره؟ وهي داعش كده مش مسيطرة على الدول دي؟ يعني لو هي مسيطرة كده بهذه التفجيرات في مصر تبقى هي مسيطرة على بقية الدول دي كلها. لكن هو الهدف من المقال أهم من ده، الهدف من المقال في الآخر أنه عايز يتكلم على فكرة قانون الطوارئ، وبيقول بكل وضوح، طبعا رجع تاني لنغمة الانقلاب، رجع تاني لنغمة أنه إحنا لدينا قوانين خبيثة، بيصف القوانين في مصر بأنها قوانين خبيثة تخلق المزيد من الإرهاب عن طريق عزل آلاف الشباب عن أمل العودة إلى الديمقراطية. هل يا ترى روبرت فيسك ما شافش أمل العودة للديمقراطية في سوريا وأمل العودة للديمقراطية قبلها خالص في العراق؟ هل عادت الديمقراطية في العراق قبل حتى الربيع، عشان ما نتكلمش عن الربيع العربي يعني. العراق واللي حصل فيها، ويا ترى الشباب العراقي دلوقتي يشعر بالأمل ويرى الديمقراطية؟ يعني أنا مش عارفة روبرت فيسك الحقيقة بيحلل أموره إزاي، لكن هو مدام رجع ويتكلم تاني على الانقلاب ويتكلم تاني عن النصر الانتخابي المصري الخيالي للرئيس، لو حضرتك شايف إن ده نصر خيالي كنت جيت وشفت الانتخابات وشفت هل الناس فعلا نزلت انتخبت ولا خيال؟ بوجهة نظرك انت شايف انه خيال؟ تمام. تاني بيقول بعد كل شيء، بيسأل تاني، هو ده بقى اللي هو دي المقالات التحريضية الحقيقة، من يريد الاستثمار في بلد يستثمر رأس ماله من قبل داعش؟ يا سبحان الله العظيم. طيب وبقية الدول؟ يعني هو التفجيرين دول اللي حصلوا في مصر ده معناه خلاص داعش سيطرت من وجهة نظرك؟ هو شايف كمان ان داعش انتصرت من وجهة نظره. ليه؟ لان احنا عملنا فرضنا قانون الطوارئ، اللي هو شايف انه قانون الطوارئ اللي كان بيفرضه هو من وجهة نظره المستبدين اللي شايفهم ناصر والسادات ومبارك، بيقول انه حتى دول احنا ما زلنا ماشيين على نفس الخطى فيهم. وبيقول تاريخ مصر مش بس بيكرر نفسه، لا ده مستمر وبيعلو عقد بعد عقد، وارتداده الطفولي هو شايف الى قانون الطوارئ والعنف والرجوع للمحاكم الخاصه. وبيقول انه الرئيس السيسي بيقود بلاده زي نفس الطريقه زي اسلافه ناصر. هو الحقيقه يعني انه وقت اسلافه ووقت جمال عبد الناصر ووقت السادات ما شفناش الدول العربيه بتتفكك، وما شفناش الدنيا بتقوم وبتقعد. ووقت ما فرض الطوارئ في فرنسا، اللي ما زالت مفروض قانون الطوارئ في فرنسا بعد مرور شوف قد ايه على الحدث بتاع 13 نوفمبر السنه اللي قبل اللي فاتت، ومع ذلك ما شفناش ان انتوا بتتكلموا على انه الدنيا خلاص باظت والقوانين الخبيثه والمحاكم الخاصه.